بعد ما انتشر فيديو للطفل الفلسطيني أحمد مناصرة وعمره 13 سنة المتهم بمحاولة طعن إسرائيليين هو عم يتعرض لتعذيب نفسي وضغط خلال تحقيق استمر 10 دقائق تقريباً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخلال التذكير وعند استجواب مناصرة كانت أغلب الإجابات مش متذكر، لينتشر في موقع تويتر هاشتاج مش متذكر للتعليق على إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعلى التهديد والعنف يلي تعرض له الطفل مناصرة وعم يتعرض له العديد من الأطفال الفلسطينيين في فلسطين. أشعلت نجمة البوب الفنلندية هيلان عبدالله يلي هي من أصول كردية مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كليباتها الجريئة يلي بتحارب فيها تنظيم داعش. الكردية هيلي لوف اسمها الحقيقي هيلان عبدالله وبتتميز بستايل قريب للأجنبي بشكلها ولبسها الزي العسكري والإكسسوارات يلي بتشبه الأسلحة، وبتعتمد في كليباتها على الرأس وسط مشاهد المعارك لدعم قوات البشمركة ضد داعش. شيرين نزال شابة فلسطينية ما قدرت تفرح بعريسة لحظة ولا تعيش معه حياة المجوزين، فعريسة صلاح أسرته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 7 سنين وقبل ما يتجوز هو وشيرين بشكل فعلي مثله مثل كتير من الأسرى الفلسطينيين، لكن حب شيرين وصلاح لبعضهم خلاهم يقرروا يولدوا حتى بدون إتمام العلاقة الزوجية، فقام صلاح بتهريب نطفة منه تتحبل شيرين وتصير أم علي وهي بعد عدرة. كانت معكم سوسن بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.